سأبدأ معك سيدي أولا أهلا بك مجددا على شاشة الغد، يعني أنا أسترجع السودان قبل مئة يوم من اللحظة التي نحن فيها الآن على الهواء، شو اللي صار يا سيد محمد؟ والله اللي صار التقديرات العامة أنه كان في مسار سلمي ديمقراطي في طريقه للاتحاد رائع، جيد ولكن سلم ديمقراطية حولها كلام لانه ما ما, ما اتفاق شامل يعني ما شمل القوى السياسيه كلها يعني يعني القوى السياسيه اتجزات وكان ثلاثه ايام او اربعه ايام ممكن يحصل تحقق المسار ده لكن في تغيراتي الشخصيه انا انه الذي جرى في 15 ابريل كان معدل له منذ وقت طويل ربما هذا الاستنتاج يكون صادم <applause> لكن منذ ان يعني صعد قائد الدعم السريع للسلطه في 11 ابريل استتبعته رغبة كبيرة في أن يعني يكون الرجل الأول في البلاد وعقد تحالفات معلنة وسرية على هذا الأساس وظل يبني في جيش بلغ غوامه مئة ألف وواضح مما يجري الآن في المعارك التي استمرت الآن ثلاثة شهور مدى استعداد الدعم السريع لهذه المعركة طيب تحت عيون الجيش نعم تحت عيون تحت عيوني طيب الاعداد لقوام قوات الدعم السريع مع الاحتفاظ بأنها خفيفة وسريعة الحركة وسريعة نعم. الانتشار نعم. طيب هل هذا ما تقصده يا سيد محمد أنا الاعداد أنا لقوات الدعم انا بقصد انه الدعم الجملة نعم. او الترتيب لحالة التغيير السياسي والعسكري نعم. الترتيب لحالة التغيير ويمكن ان تلاحظ ذلك في الاتي. مع صعود الدعم السريع للسلطه حتى تقريبا يوليو 2019 كانت قوى الحريه والتغيير تقف ضد الدعم السريع موقف يعني لا يقبل الجدال وتطالب بحله. وهنالك أهازيج مثل الجنجويذين حل وهكذا وبلغ المدى بهذه القوة أنها وجهت الاتهام مباشرة للدعم السريع في فض الاعتصام و يعني وجهت تهم لضباط يعملون في الدعم السريع لكنهم منتدبون من القوات المسلحة في فض الاعتصام منهم اللواء عثمان حامد الذي يقاتل الان بجانب بجانب حميتي كانت هذه القوه ضد ضد توجهات الدعم السريع تماما فيما كانت القوه الاسلاميه تهادن الدعم السريع والدعم السريع كان يردد نفس خطاب القوه الاسلاميه وبدات رغبة حميتي في الوصول للحكم بالاستقطاب الحاد الذي تحرك من خلاله نحو العمد والمشايخ والادارات الاهليه وكون بعض الادارات الاهليه التابعه له ولكنها في حقيقه الامر ادارات وهميه. طبعا. هي ليست ادارات حقيقيه يعني يعني مثلا بعض الرموز الاجتماعيه اللي عندهم علاقه بيه وشخصيه من بدري من دارفور صعدوا الى ان بقوا امراء وهم ما اكشوالي ما 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 كذا يعني يعني في, في دارفور المقامات محفوظه محفظة يعني مم. وكذلك في الخرطوم الى درجه انه واحد من العمد توفي في القاهره قبل آه كم يوم آه رئيس الاداره الاهليه في الجمعيه طالبه بانه يجي ياخد البوكس بتاعه اللي هو قدمه ليه رشود طيب <applause> فجيت نم عن رغبة حقيقية في أن هذا الرجل كان يخطط بدقة للوصول لما إلى هذا اليوم